مقدرش نزيد خطوة ونمشي، الهم اللي رافض ومتقني نساني حتى في كرشي، مكلت عذاب وراها تشبعني. واش ندير قلت الشي ترشي، منين نجيب شكون يعطيني؟ الوقت صعب وزمن ما يرحمش، شكون يعدر حالي ويعاوني؟ نعيش بحرام ما نقدر نديرها، نعيش ظوالي ما نوسخ روحي بيها، ما عايش راني قابل بحالتي، نعيش مقبول ونكمل حياتي. يديلي المدها ونطلب بيها، نرفدها لربي وندعي بيها، هو اللي يرزقني ويفرج غبيتي، هو اللي يعطيني على حساب نيتي. كاين ناس قلوبهم محنينة، مسخرهم ربي لينا، دايرهم سبب في ذي الحياة، في طريقنا يلاقيهم بينا، باهي يديروا الخير فينا، وتكون لهم في ميزان الحسنات. أجول مدنا وألتقي عبادا ضاقت بهم الأرض لتسمح لنا الفرص أن أحدث تغييرا في حياتهم، أسعدهم وأسعد معهم، أدرك بأنني لن أصل إلى كل محتاج إلا أنني قد ألهم الآخرين. جميلة امرأة أثقلتها هموم الحياة، تعيش في غرفة واحدة، هي دائما مبتسمة لكنها تخفي ألما وحسرة كبيرة. السلام عليكم. صافا مدام؟ لاباس؟ راكي مليحة انت؟ صحة لاباس، جيت نسقسي عليك، صافا انت؟ لاباس غير الخير ياك. واش بيها اختي؟ ما تزعفيش، معليش. واش بيها اختي غير الخير؟ والله غير الوالد هو ربي يحميك. ها؟ ربي ربي يكون معك. معليش معليش. والله ما سمعت كثير. قلت لك كل حاجه يمدها ربي سبحانه، هو اللي يرزق، هو اللي يمنح، هو اللي ينحي. لاباس عليك انت؟ غير الخير. تتجوز واقيل يا مرحبا بك، سقسيني خويا. لاباس لاباس غير الخير، واش بيها اختي؟ ما والفش نشتكي، انا ما نشتكيش، شتكوا بالضبط. واش نحكي لك؟ واش نحكي لك؟ اوكي كاريا، وين كاريا؟ كاريا في قايد، ثاني مريضه مسكينه دوكا. بعد جيت نخدم خليتها دوكا عند الناس. كاستر. انا بليتي ما. هي؟ انا بليتي ما، حنا سي ايريديتار. كاريا رايحة فيها. هي واش بيها مسكينة؟ كونسير تاع الكولا دي فوا اوكليزيون، بصح انا اللي ردتها اكثر. المشكل اللي وقع عندها؟ علاه يعني وكيفاش؟ انا كنت نوزن قنطار، دوك شفت كيفاش ولد. اسمك جميلة؟ جميلة. ايه؟ كنت نخدم مع الغاشي. واش تخدمي هنا؟ كنت نخدم اسيستونت ماشية من نوميا، عندنا هذا العام بكريرا، انا زعما فاكاتير ماشي مي فاتيتولير، عندي 20 سنه خدمه تقريبا 20. خلاص ابو دركا راني بوست اميناجي، عندي 4 مالات كرونيك، عندي لا بولياتريسيف هشاشه العظام حاده بالكوارت تاعي بكلش، عندي انا شكي عايشه في بلاصه فيها ميديتي، ماشي ميديتي باك، تشوف الدار هذيك كان انا وليدي ماوش يرقد فيها، تفرقنا ماوش يرقد فيها، أنا رقدت في القهوة، ماشي ميديتي، كلش كلش كلش، كلش، ما فيهاش الما ما كاش، أنا حيرة عمرنا كيفاش نتجوزو، ما غداش مي فان دو سيتا، هدرت مع مولدا قلت له دير لنا بسام، بسام أسكو تقدر طيب به؟ تقدر،
قال لي حتى نتنترو. البارح زدت هضرت معاه قلت له البيسان كيفاش؟ معليش نغسل دوكا دابا الدنيا ولات غبا، الناس يديروا من نتواياج يفرحوا، انا ما نقدرش ندير نتواياج. صحة ما كاش، الماء ما كاش الأولوية حاجة. باش يدخل وليدي للتواليت لازم يقول لأخته تخبي باش ندوز أنا. باش يدوشو لازم واحد يكون في الدار واحد ما يكون. أنا وليدي كراه خرج خلاص خرج. كبير. من الدار، إيه وإيبيليبتيك. ضربته طوموبيل دار ديموراجي أنتر. الحمد لله دوكا وشوية حبس الدواء. حبسه وحده هو. صحابه كاع جميلة فيه. أه؟ هادو كاع فيك انت. مازال ما تعرفنيش، كون تعرفني حياتي تكره حياتك. لا واحد بصح يشد فيها ربي سبحان الله. ربي اللي خلق ما يضيعش. شوف بين ليلة ونهار تقلبت حياتي، مات راجلي. ربي يرحمك. خرجوني. وين كنتي؟ كنت نسكن في درع السلطة مع دار العيال. بعد هما الناس ما يقبلوش المرأة تخدم، باسكو راجلي عاطل على العمل ما يخدمش مسكين. لا غالي. ومن بعد خرجت انا نخدم الله غالب دراري ضاعوا زوج دراري غزمو زوج بزاف غزمو ومن بعد خرجت نخدم كي مات لقيت روحي برا لقيت روحي انا بديني دارنا في كوفيرتا مخرجيني ما فهمت والو اطونسيو اربعة رحت قعدت عند دار بابا كاينه ديجا عندي شكوى لل الرئيس كنتي سمعتيني كي مع اختك اختي باسكو نهار مات بابا ويما طاولي عطيت لهم العهد قلت لهم ما نخليهاش هي كبيره عليا بصح انا في كلش انا الكبيره وكنت نجري بخويا تاني مطلق افيسي اسكيميك كان عنده دار بصح ولاده شغل مطلق ايماجيني من 2007 وانا دايره سكن ما عطاهوليش ما عطاهوليش السكنه ما فهمتش لحد الان ما فهمتش اذا ما فهمت لحد الان مانيش فاهمه والو والو ماني فاهمه والو والو بلدي على بالهم بيك عباك كي جاو وريت لهم الدار وريت لهم دار بابا حاله مزريه دار بابا عندنا بيت وحده مقسومه اربع عائلات في دار ايماجيني اربع عائلات في دار علاش انا كي سكنت في دارنا خويا ما قبلونيش مرتو ما قبلتنيش مرتو الاولى مقبلش انا ما قبلتنيش ولادي خرجت نكري كريا هذيك الدار اللي تشوفها عشت فيها كبروا فيها ولادي انا بنت لي قصر بنت لي قصر بصح كي كبروا الدراري ولا ما يتحملوش طفله ما يقدروش يجوا يخطبوها تما امبوسيبل دايره بونك نوقد فيها انا واختي تدخل لك في راسك دوكا هذيك الشومبره شكون يرقد فيها طفله ولا طفل ولا تخص ما دايما يبات في القهوه يبات في القهوه يبات في الزنقه يبات في الهربيله تاع الجار لك ربي راه الابتلاء هذا باش يشوف الصبر جميل الحمد لله راني صابره واش نزيد اكثر ربي شوف صافي يجازيك ربي سبحانه هنايا وحده الصباح قالت لي المجاهده نصح مجاهده انت مجاهده ضحكت لي قلت لها كاع يقولوها لي بصح وراها اللي دابا كي تجاهدي على هذو الزيتام وتجاهدي على اختك راه شي حاجه هكا كي نكون عندي قضيه نقول لهم راحوا طلعوني لي كوليك ابا كي يشوفوا انني ساكنه يخبطوا على راسهم يقولوا لي توجور تضحكي توجور تقصري توجور فيفون توجور هكا الناس ما يعرفوش واش حاسبيني انا الملف هنا لهنا الناس ما تقدرش تعرف الواحد باسكو انا ما نهضرش انا الحمد لله حاجه اللي راني فرحانه بها خرجت طفله وطفل مربين احسن تربيه الحمد لله رب العالمين احسن تربيه شنو احسن تربيه الحمد لله لو كان او هنا وقيله بابها ما يتربوش هكذا يعني الحمد لله بكم لا ربي اللي يعلم اختي جميله انا قبل اروح شوفي خليك هذه لمانا انا والله رجيت نسقسي عليك بصح كيفاش تعرفني حكاو لي على جميله شتي بصح تعرفني كيفاش شوفي ما خطبوش كاين ما تخرجيش بصح لا غير بزاف انا جامي شديت مبلغ هكذا قبل كي هدرت هكا سولاجيت بصح انا بضراره هذه بضراره انا حبيتك تجي تشوف دوكا داري تقدر تشوفها على بالي تقدر تجي تشوفها على بالي جميله اروح تشوفها والله غير على بالي ايماجيني واش كنت نخمم قبيله كنت نخمم فاش نشري قدره
شري قضيان. لك جميلة، أنا كي جيت لهنا نحكي لي عن جميلة، أنا أصلا جيت نشوف جميلة بك. ربي يكون معك إن شاء الله. شوف وش أقول لك حاجة، أدعي لي بك ربي يقدرني، بس كأنا جي فاس باك كمل أنظر. لا لا إن شاء الله ربي يقدرك، وإن شاء الله إن شاء الله تفرحي بولادك وتزوجينا وليدك. إن شاء الله والله إن شاء الله. إن شاء الله هذيك الأمنية تاعي. إن شاء الله يا ربي تزوجي طفلة تاني. طفلة ما كاش وين أنفوسيل. طفل يقدر يروح يكري كيما راني كاري، بصح طفلة أنفوسيل. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله طفل أطفال. الناس يجوا ما كاش وين يجوا ما كاش. معليش ما ربي سبحانه واحد اللي يؤمن بالله ربي راه ما يخليش الإنسان. الحمد لله يا ربي. أنا لو كانت تقعد معايا بزاف تعيا. كنت كري دار واحد اخرى تخرجي من كنا جميل. مش نكري غالي، ما نقدرش ما نقدرش نكري غالي. عبالك هذه المره باك 16 مليون، عبالك كيفاش مازال يسالني النص، كيفاش راني يعني حيره كيفاش نكملهم له، عبالك كيفاش 16 مليون هضرها غير لسان. عبالك من الكوفيد الاولاني ما خلصتوش، الكوفيد الاولاني جميله ما نحبش انا كريه تاع فوق الطاقه تاعي يعني ما نقدرش امبوسيبل. راني نحكي لك شغل خويا سمح والله غيرك اختي والله اسمح لي يعني والله غير اختي. شوف باش نقول لك ما لقيتش لقيت انا الكريه هذه اللي كانت 800 بعد رجع لي 1200 بالوثيقه بالورقه دوكا طلعها لي 1500. نهار بعث لي السيد هذا وليد عمو يدي في الدراهم دوخ جاتني الدوخه لهنا جاتني الدوخه. ايماجيني دوكا كاينه كريه تاع 15 انا اللي كاني لقيتها الحمد لله كاين ما لقاهاش سييت وما لقيتش سييت اني نقلب نقلب يتقلب. جميله كي تكريتي ب 15 وش يقعد لك من شهريتك؟ نقول لك حاجه انا كنت نخلص بكري بكري 800 ومن بعد وليت 1700 دوكا راني في 23 حتى 24 دوكا ما يبقى والو مع الدواء تاعي مع ليكوش تاع اختي راهم يجيبوا لي دوكا جماعه ليكوش الحمد لله بصح ما يبقى والو ما يبقاش. زميله سنيني دقيقه ونجي معليش دقيقه زميله دقيقه برك ونجي ريحي كيما راكي راني جاي. شكون اللي بعثك يا ربي؟ سبحان الله. هذاك انت يا وشنو انت يا؟ واش يقولوا صلاح الدين الصباح ولا وشنو؟ هذا ما وشنو خويا؟ الجميلة. هذاك انا حنطيح صح انا حنطيح. طيح شفتي انا والله راك صح انا حنطيح. ان شاء الله هكذا نعود ونقصنا عليك بزاف حوايج. بزاف كوراج ان شاء الله. دوكا قالت لي بات متاع قلبك راهم يضربوا بزاف ان شاء الله دوكا تاع الفرحه ان شاء الله معليش فرحتك سبحان الله سبحان الله روحي الله يفرحك ان شاء الله اللهم امين السماء والارض اللهم امين يا رب. الله يعطيك ما تتمنى دعوتي مستجابه. عندي يتيمه وعندي يتامه وانا يتيمه عندي يتيمه وعندي يتامه وانا يتيمه ربي يكون معك. انا بابا ويما ماتوا في حجر راضيين عليا الحمد لله والله رضا الوالدين. شوف انا اللي انا اللي غمضت بابا وقال لي فرشت لك ستر وغطيتك بالستر قال لي امانه اختك راهي عندك هاي كبيره ماشي متزوجه الحمد لله انا درت لها خم ولادي نعطي لها قبل ما يشوفوا ولادي الحمد لله رب العالمين الحمد لله. جميله رمضانك صحه رمضانك صحه رمضانك نجوا ان شاء الله في فرح وليدك ان شاء الله ان شاء الله ماذا بيا صلاة نكون نقصنا على الهم اللي عندك شوية الله بزاف الحمد لله رب العالمين الحمد لله الله خيركم الله في روحك جميلة الله في روحك السلام أختي. من يعتبر بأن الابتلاءات والمشاكل هي جزء من تركيبة الحياة فإنه يتصدى لها بروح قوية قاهرة. غيرنا ولو بشيء بسيط حياة جميلة ومدركين بأن العطاء من عند الله الكريم فإذا أعطى جبر خواطرا كسرت. ما قدرش نزيد خطوة ونمشي الهم اللي رافد ومتقني نساني حتى في كرشي مكلة عذاب وراها تشبعني. واش ندير قلت الشي ترشي منين نجيب شكون يعطيني الوقت صعب والزمن ما يرحمش شكون يعذر حالي ويعذر